سيدنا الكريم، موقف لا تنساه من غزة ومحفور في ذاكرتك إلى اليوم، وما أكثر المواقف بكل تأكيد؟ والله ما أكثر المواقف هو فعلا، لكن الموقف المؤثر أن تكون في مكان ويكون عائلتك في مكان آخر، أو قبل هذا الموقف حين انقطعت الاتصالات عن غزة أكثر من 10 أيام، تكون أنت في منطقة، أخوك في منطقة، شقيقك الآخر في منطقة، شقيقتك في منطقة أخرى، والدتك في منطقة أخرى، لم تستطع الوصول إليهم، ولم تستطع سماع صوتهم، ولم تستطع الاطمئنان عليهم، لا عن صديق ولا عن قريب ولا أي شيء، ولا حتى أيضا أن تكتب أي كلمة على الإنترنت حتى يراها الناس. لا يمكن أن تعرف أخبار ما يحصل في منطقة تبعد عنك كيلو متر واحد، لأن الإنترنت منقطع، فقط أنت تسمع أصوات الانفجارات ولا تعرف أين، لا تعرف أعداد الشهداء، لا تعرف يعني أي شيء عن هذا الأمر. فكان هذه الأيام كانت ثقيلة. الموقف الأبرز يمكن بالنسبة لي كشخصي هو أني حين غادرت غزة وبقيت أنا في مكان، عائلتي في مكان. يمكن أنا اعتدت السفر أكثر من مرة في قبل الحرب، سافرت بحكم عملك طبعا، بحكم عملي، وخرجت ويعني ابتعدت عنهم عدة أشهر، لكن لم أشعر بأي شيء مطلقا في الابتعاد عن عائلتي أو عن أطفالي أو عن عائلتي، كان في مأمن. لكن هذه المرة أنا شعرت بمعاناة وبمأساة أكثر مما كنت أعيشها داخل غزة. البعد في هذه الأمور، في هذا الموقف، صعب جدا ولا يمكن تصوره، أن تكون أنت في مكان ويكون زوجتك وأولادك وأمك وعائلتك داخل غزة، لا تستطيع أنت أن تعود إلى غزة، ولا تستطيع أن تستقدمهم إلى خارج غزة، وفقط أحيانا بالاتصال أو بكتابة رسالة، أو حتى حين ضعف الإنترنت في غزة ترسل رسالة واتساب، إذا ظهر الخطين الأزرقان تطمئن عليهم أنهم بخير. لا يمكن أن قليل حين تسمع صوت أطفالك أو ما شابه. أحد المواقف الصعبة أعتبرها حين وصلت إلى عمان، أو سافرت من مطار القاهرة إلى مطار مسقط، قبل الإقلاع تحدثت مع طفلتي 5 سنوات، فتحكي لي وين أنت يا بابا؟ قلت لها بابا أنا هيني في الطيارة، كمان شوي بدنا نطير في السماء، يعني بلغة الطفولة بدنا نطير في السماء كمان شوي. فتفاجأت أنها يعني رمت الجوال، الجهاز، أعطته لوالدتها وخرجت خارج الخيمة تنظر إلى السماء. يا الله، ببراءة الطفولة. ببراءة الطفولة تقول لماما بدي أشوف بابا في السماء. سبحان الله. بقي هذا المشهد صراحة مؤثر لدرجة كبيرة بالنسبة لي. سأل الله أن يرجعك إليهم عما قريب. اللهم أمين. فيعني مواقف كثيرة جدا صراحة. الموقف الآخر هو أنك حين تفقد بيتك. فقدان البيت. فقدان البيت. طبعا الذي بذلت فيه جهدك لسنوات طويلة. سنوات طويلة. وهذه بالمناسبة هذه المرة الثالثة التي أفقد فيها بيتي. ثالث مرة تفقد بيتي. هذه المرة الثالثة التي أفقد فيها بيتي في حرب 2014. في العصف المأكول فقدت بيتي أيضا، ثم أعدنا بناؤه في حرب 2021 قبل 3 سنوات فقدت بيتي مرة ثانية. وتستعيد حياتك، تبني حياتك من الصفر، تعيد نفسك، تستطيع أن تعيش بعض السنوات في راحة، في أمان، في، لكن في هذه الحرب أيضا فقدت بيتي. المواقف صعبة، الواقع كبير عليك جدا. بالتأكيد. لكن شوف سبحان الله، عندنا قناعة وعندنا اطمئنان. باختصار شديد أن أمر المؤمن كله له خير. الله إن شاء الله يكون هذا خير، ونحن يعني مطمئنين وواثقين ومتأكدين أن ما يحصل هو خير. يذهب البيت
يدمر البيت تحزن، تبكي، تصرخ، أحيانا تتمنى أن تنتهي الحرب، ليس لأجل أن تعيش، لأجل أن تذهب إلى منطقة بعيدة حتى تصرخ، حتى تفرغ الكبت الموجود فيك. يا الله، هذه يعني أمور ومواقف لا تنسى، لا يمكن أن تنسى.